كل هالعالم في دار تختصر عالم وقالب وصفها العالم دبي كوكب آخر دبي كوكب آخر على كثر المدى والضي في حضرة حسنها الساحر لكم يا ضيوف دار الحي سلام يشرح الخاطر على كثر المدى والضي في حضرة حسنها الساحر لكم يا ضيوف دار الحي سلام يشرح الخاطر هلا يا كل هالعالم في دار تختصر عالم وقالب وصفها العالم دبي كوكب آخر فهلك نوبة تتبيا تتبيا وحليني يتبيا كانها كانت الدنيا عشق ما له آخر نفتتح على بركة الله أكسبو 2020 دبي والله ولي التوفيق. ولي زين الدين من لبنان، مجالنا المفروشات والديكور تقريبا من 32 سنة نحن موجودين هون. مجال المفروشات إجمالا بشكل عام والديكور نحن صراحة بدايتها تقريبا من حدود 30 سنة جينا لهوني. أنا 32 سنة تقريبا هون بالبلد، فبشرنا المصنع هون بحدود 30 سنة والحمد لله بفضل رب العالمين بلشنا نتطور بمجال المفروشات، في مجال الديكور، أي شيء بيختص بالانتيريورز ديكور والمفروشات. يعني نحن كنا فيه، شوفي كل بداية حتكون صعبة وخاصة لواحد عم بيأسس من جديد وعم ببلش من جديد، ف الصعوبة انك تخلي الناس توثق فيك وانت توصل للناس، فهيدي كانت بالبداية والحمد لله فضل رب العالمين قدرت الناس توثق فينا بشغلنا بمواعيدنا بالتزامنا مع الناس، والحمد لله بفضل رب العالمين قدرنا انه نوصل وصار عنا اسم معروف اسمه. المنافسة موجودة وشرعية، اليوم انت كيف تختار الناس اللي بدك تتعاملي معها. فنحن الحمد لله يمكن الثقة اللي اعطيناها للناس بالجودة بالمواعيد خلت الناس توثق فينا أكثر وخلت الناس تعرفنا أكثر، والحمد لله مع مر السنين كمان هاي الثقة زادت مع الشركات ومع التعامل مع الناس. يعني
شوف، ما في حدا إلا ما بيتمنى التطور لشركته، فأكيد بالنسبة لنا هدفنا التطور والتقدم، وبنفس الوقت إن نكون تقدم شيء للناس، تقدم شيء، تعمل شيء للمجتمع تعمله. فالحمد لله، الحمد لله بلشنا على الطريق ومشينا على الطريق، وإن شاء الله نقدر نوصل. الشكر كله لدولة الإمارات وللشيوخ الإمارات اللي قدرنا أن يستضافونا، وهن بفضلهم قدرنا أنه نقدر نعمل شيء يعني. فبتعرفي مثل كل مغترب بيبعد عن بلده، فكانت إلنا ملجأ الإمارات، وكانت إلنا طريق، باب مفتح قدامنا، وبفضل الشيوخ وبفضل الحكام وبفضل الأمن والاستقرار وبفضل الرؤية الحكيمة يعني. فأكيد كل الشكر إلهم وكل التقدير إلهم على الجهود، على المبذول اللي وصلوا الإمارات فيه للعالمية يعني. يعني الشكر كله إلهم بيكون. نحن موجودين بالشارقة بالصناعية، الصناعية الخامسة مبدئيا. أكيد تعاملنا بيتعدى الشارقة، بيوصل لكل الإمارات، عندنا تعامل مع كل الإمارات، بس كمركز أساسي نحن الشارقة الصناعية الخامسة. تختصر عالم وقالب وصفها العالم، دبي كوكب آخر، دبي كوكب آخر. على كثر المدى والضي في حضرتها يحليها، يا بخت اللي سكن فيها.